السلام عليكم، كيف حالكم يا شباب؟ عساكم طيبين ان شاء الله بخير كويسين. صراحة وحشتوني وانا اكيد وحشتكم شيء اكيد 100% واحد شايف عشانكم وحشتوني كثيرا جدا جدا. قلت بلعب لعبة من اختيار كالعادة، يعني السلسلة اسمها سلسلة العابكم في النهاية، صح ولا مو صح؟ انا يعني قلت بلعب لعبة من اختياركم. دايما تقولوا كذا انا مجهز الموقع تمام، ما بيجي الا اضغط الزر ذا ونختار كومنت. حلو حلو، بس قبل ما نبدا ونختار كومنت والحركات دي لا تنسوا اللايك والاشتراك اذا ما كنتم مشتركين. وبسم الله خلينا نخش على المقطع على طول. اذا ضغطت الزر ذا تمام حيختار كومنت من المقطع اللي رايح، فمساعدين نختار كومنت. يلا 3 2 1 ليتس جو. العب كات جوز كوتشينج، دقيقه بشوف اللعبه دي. 5 minutes later. اوكي اسم اللعبه كات جوز فيشينج، فدقيقه خلينا نروح نحمل اللعبه ونجيكم على طول. اوكي اللعبه ما فيها اي قوائم، ما ادري ايش اللعبه دي. حسيت اللعبه اوتو قال لي تبغى كلاسيك مود ولا تبغى رياليزم، يشبه الحقيقه او يشبه الحقيقه، فخلنا نضغط اللي يشبه الحقيقه. بس تروح تصيد، هذا جو، هذا اللي نسوي في الحقيقه اصلا. فا ايش اضغط؟ اوه صوت سمك، صوت سمك، ايزي ايزي الوضع. اضغط اس عشان تبيع السمك. اوه صار عندي 50 دولار، الليفل حقنا زاد هنا، هو ما زاد بيزيد. ايوه صوت سمكه ثانيه، اكل لي السمكه حقتي يا ورع. دعيت بس عشان ما اكولها. يلا سمكه لي يا عمي، هذا كل شوي يجي ياكل السمكه حقتي، والله اصيده والله اصيده واكله. ايش جاي ياكل حقتي وما عندي سمكه يا ورع يا كلب. نقول لك كاتش ماستر فيش، ما ادري ايش ماستر فيش، بس اتوقع انها هذه والله ازرقة. اخذ حاجة ثانية. اوه هاي تتباع 200 يا ويلي غالية. دقيقة ما يمدينا نصيد بالسمك نفسه، نصيد اللي تحت انا اشوفه. نيد بيجر بايتس. ايوه ايوه تعالي ايوه. اتوقع انه اذا رميت هذه وديتها عندها تضبط، ما ادري ليش انا عندي احساس كذا. ايوه اللي ب 450 بي. دقيقة انا ايش يمدي اشتري؟ هذا ب 750، انا كم معي؟ معي 1000. جيب هذه سنارة ثانية. هذه ب 35000 يا ويلي. ايش هذا؟ اشتريته ما ادري شو، بس اشتريته. اوه ما عندي فلوس غلقت. صرنا نرمي ابعد مع سنارة جديدة. صدنا هذا الورع اللي ياكلنا. صدناه اخيرا. والله سعره 100 بي بي بي. ايوه اتوقع انه حنوصل له. وخري ايوه لا لا يا سلام. لا 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 تنقطع، بسوي مهمه. ليتس جو. اوكي طلع لنا صاروخ قنبله، ما ادري ايش يسوي قنبله. تاكل نروح خليهم ياكلوك، خليهم ياكلوك. هذه راحت بعيد. لا 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 ايش هذا؟ ابى سمكة ذي. ماني شايف شيء. اكلوها. شوف هذه السمكة كيف شكلها، مرة حلو. نجرب نصيد حاجة مرة ثانية. يلا 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 يلا. ابى هذه ابى هذه ابى هذه. ايوه. 12 seconds later. معلش قبل شوي وقف التصوير وانا قاعد اصيد السمك عليك، بس شغلت التصوير لقيت نفسي صايد سمك هنا، ما ادري شنو ولا شفت اي حاجه عنها، بس الظاهر انها تنقطع، ماني شايف انها قاعد تتحرك. اوكي تحت سمك مره كبير. 12 o'clock midnight. اوكي وصلنا 10000. نشتري السناره الجديده دي، اصيد اللي تحت انا دي. سلام. وانا الحين قاعد اخاطر في 450 دولار، بس انا حرميها وان شاء الله تجيني سمكه كبيره ان شاء الله. لا 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 ما برميها هنا، ما برميها. ايوه 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 في سمك كثير. هي سمكه كبيره، هي سمكه كبيره سريع. ايوه ايوه سمكه. لا 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 كان حينقطع. يبغى لها صبر، يبغى لها صبر. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. خلاص حتنصل حتنصل حتنصل. يا قول لي ب 5000. بيع بيع بيع.
من اول قاعده تاكل في السمك حقنا، تاكل تاكل خلاص كذا كذا. شفت انا عشان نشتريها بال5000 اللي جات صح؟ خلاص اشتريتهم كلهم. وخر 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 اللي في سمك كذي. جاك القرش جاك القرش. شوف 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 السمك، شوف السمك اللي هنا على اليمين. والله السمك هنا مره كبير. ايوه يا سلام صدنا سمكه كبيره. اهم شيء يا عمو قرش لا يخرب علينا. ايوه اسحبي كان. ايوه بي اديها صاروخ ورميه موفقه. كان في سمكه وخر وخر لا احد ياكلني. انا دحين حرفيا ماني شايف اي شيء. ايوه ايوه صوت سمكه غريبه يا عيال. ايش هذه السمكه يوم شكلها يخوف. وي خويف. ها كم سعرها دي؟ 25. ليتس جو بي. اوه خليني اشتري السناره الجديده الحين. بستخدم الطعم ده حلو. بستخدم هذا وبستخدم قنبله. انا بسيط اكبر شيء بشوفه في حياتي. تعدين فرو فرو. كويس اني استخدمت قنبله. لا لا قرش لا لا. اوكي يا عمو قرش لا وانت لا تاكلني. يا سلام يا سلام انا قاعد اصيده. قاعد اصيد عمو قرش. ايوه ايوه عمو قرش صدنا القرش يا عيال. ليتس جو. انا كنت بصيد سمكه كبيره بس ما توقعت انها اصيد القرش. يعني شيء اسطوري يعني نقدر نشتري سفينه. حلو نشتري الاشياء الباقي اللي من عندي. نشتري هذا. يا سلام كذا جبنا لنا البوت والحركات. الحين ينزل الجل. 3 days later. بعد ساعات ولعب مطوله اكتشفت اشياء جديده. اول شيء البوت طلع مديك تحرك يمين يسار. انا ما كنت ادري. ثاني شيء عشان اقفل اللعبه وخلاص يعني ما عاد العبها مره ثانيه لازم اصيد اكبر سمكه في اللعبه. اوكي واظني عرفت الطريقه. الحين نوخر عن السمك كله ونروح هذيك المنطقه مره ثانيه تحت. بشوف ايش في تحت. وخر عني وتحرك اكبر سمكه. ايوه ايوه لا نسيت ما احط الهوك. لو ما صدت السمكه دي انا ما حنام الليل. وخر عني. لا الله يقلع ابو شكلك من سمكه خلق. اي وخر. لا 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 صوتها قريب ترى يا عيال. ايوه ايوه صدتها صدتها. لا 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 يرحم لي. بدال اوه كمون. لا 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 تنزلي لا تنزلي. ما حخلي اروح ما حخلي. الله يلعن ابو شكلك. ايش ايش الله يلعن ابو شكلك. الله يلعن ابو شكلك. لا 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 ناني. اوكي يا شباب وصلنا لتقييم اللعبة. حلو زي ما انتم شايفين تحت هنا المتعة والرسومات والسعر والقصة واشياء جانبية. حنشرحها كل واحدة لحالة. حنقيم كل تقييم كم من 10 او التقييم يكون من 10 بشكل عام. اوكي فخلينا نبدأ باول شيء واللي هو المتعة. هل اللعبة كانت ممتعة؟ انا اقول اللعبة كانت كويسة في البداية كبداية يعني كان فيها متعة في البداية بس تقريبا بعد ساعة كده المتعة راحت تماما. ممكن تشتري اشياء جديدة بس ما في اللعبة ما فيها يعني الشيء ذا اللي يخليك ترجع وتعيد وتزيد في نفس اللعبة مرة ثانية. فأنا أدي المتعة 4 من 10. أما من ناحية رسومات اللعبة كل شيء مرسوم فيها. ممكن تكون لعبة 2D أوكي لكن في النهاية هذا كله السمك اللي موجود الأرض السفينة وهذا كلها أشياء مرسومة بس ميه هذيك الرسومات اللي تقول أوف واو. أديها 5 من 10 على التعب اللي سواه على الأقل. عندكم السعر. السعر كيف تقيسه؟ سعر مقابل اللعبة. في ألعاب تكون مجانية وتجي تلعبها كل يوم وفي ألعاب بفلوس ممكن تدفع عليها كثير وآخرتها تلعبها مرة واحدة وتسحب عليها. أنا مشتري اللعبة ب 24 ريال فأنا أقول
24 ريال والله يعني حرام دفعتها في اللعبة دي. اللعبة دي كان المفروض تكون في متصفح وتكون مجانية يعني. اللعبة صراحة حرام فيها 24 ريال، وديها 1 من 10 حرفيا. من ناحية قصة، اللعبة أصلا ما فيها قصة، القصة بسيطة إنه أنت سمكة تروح تصيد، إنه شيء جدا بسيط وما فيها تعمق، حتى حوارات مع نفس البسة ما في، فأديها 1 من 10. أشياء جانبية، إيش الأشياء الجانبية؟ أوكي، الأشياء الجانبية اللي هي أشياء ممكن ما تهم الكل، لكن انا واجهته وعانيت بسبتها او انها عجبتني او اشياء جانبيه بقول لكم عليها عن اللعبه. اول حاجه اللعبه حتى قائمه، بتضغط ستارت مثلا او بتسوي بوز للعبه، بتظبط الاعدادات حقت الصوت، انك تبط الصوت تعليم، انا ما في، تخيلوا اعدادات في اللعبه كامله ما في، من يوم ما تخش يقول لك يا موت كذا يا موت كذا وابدا العب. اوكي، بس يعني في اشياء ثانيه، حتى ريزولوشن للعبه ما في، صارت لي جلتشات كمان برضو كثير في اللعبه، مره كثير، مره بشكل مو طبيعي. هذه كانت الاشياء الجانبيه اللي مي كويسه. الاشياء الكويسه اللي في شيء عجبني في اللعبه، اللعبة محطينها كطبقات صعوبة يعني. الطبقة اللي أنا كنت فيها اللي هي السطح كانت أوكي، تعتبر إيزي. في منطقة ثانية تحت الحجر فيها سمك متوحش، ما أنا عارفة، ما جبتها في التصوير، لكن أنا وصلت لها وصعب إنك تصيد فيها أصلاً، لأنه السمك لازم تخرجها من منطقة معينة من الحجر. شفت السمك اللي هناك وكان شكله مرعب شويتين يعني، باين انها بيئة ثانية تماما. اشوف ان هذه فكرة في صالحه حرفيا اللي مسوي اللعبة. فانا التقييم الكلي لاشياء جانبية اديله 3 من 10. ما انصح احد يلعب اللعبة، لانه اللعبة دي حرفيا تلعبها مرة واحدة ولا ترجع لها مرة ثانية، بس كانت تجربة جميلة الصراحة. كده وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى أن الفيديو عجبكم وينال على رضاكم، ونشوفكم إن شاء الله بإذن الله في الحلقة الجاية. السلام عليكم.